لا لم يسبق لي، ولكن لي عظيم الشرف يعني اذا كرمني الله سبحانه وتعالى انني نتلاقى بسيدنا ولا نشوفه، فهذا شرف لي كيف ما شرف الجميع. يعني بالعكس، يعني انا لي عظيم الشرف. والله انا كنحب لما نغني نتفرد بالغناء باش نغني كيف تنحس وكيف تنشعر وكيف تنبغي. يعني الى غنى شي حد معايا يقدر مثلا واحد المقطع غادي نقدر ندير فيه شي ابداع فني، يقدر هو الا شاركني فيه غادي يحبس عليا داك، خصني انا نلتزم معاه، ما يمكنش لي نكون حر، غادي نتقيد. كنفضل نغني بوحدي، انا تعرضوا عليا كثير ديو ماشي شرط في الوطني حتى في الطربي، ولكن ما الفكره ما حبتهاش. يعني هذا رايي والراي يحترم. كاين عمل جديد ان شاء الله، وانا ارتأيت اننا نخرجوا الاغنيه المغربيه قبل هذا العمل الجديد، وانا حظيت بعظيم الشرف ان اول كليب عمله الفنان بدر رامي هو وطني. غادي نرجعوا ان شاء الله للستيل الشرقي الطربي، ولما لا ان شاء الله من بعد غادي نفكر تكون عندي اغاني مغربيه الى جانب الاغاني الشرقيه ان شاء الله، لانني مغربي بالقلب والروح الاثنين مع بعض. علاش؟ لان يعني كثرت شوفني انا فين، شوفني انا فين، يعني انا في نظري ماشي من شكلي. اللي تيقول لك لواحد المثال، اللي بغى يبوسني تيعرف حنكي فين جا، اللي تيحب الطرب وتيحب الفن الراقي والجميل راه غادي يبحث عليا وغادي يسمعوا. ماشي شرط انا دائما نبقى نصور نفسي ونقول ها انا جدرتها، انا هذا، انا اليوم عندي سهره، انا اليوم عندي هذا. الحمد لله، يعني هذا الشيء انا ما تهمنيش بزاف، ولكن ان شاء الله انا كنوعدكم نحاول شويه نتقرب لكم اكثر عبر السوشيال ميديا ان شاء الله. جاتني عروض كثيره على يعني تبديل الستيل، ولكن انا ما موافقش، لان الحمد لله في الاصل ما خصني خير، عندي شغلي اباغ الفن، اللهم لك الحمد. يعني ما كنغنيش من اجل الماده، كنغني من اجل الفن وارضاء نفسي، بعدا نسعد نفسي، لانني تنبغي الطرب والكلمه الجميله واللحن الجميل، وعندما اسعد نفسي اسعد الناس، كنحاول نسعد نفسي باش نسعد الناس. وانا كنبغي نكون نحافظ على التراث وعلى الطرب وعلى ولما لا حتى على الاغنيه المغربيه. يعني انا يعني الحمد لله بامكاني نغني اغنيه مغربيه كيف ما تنقولوا على حقه وطريقه. نتمنى ان شاء الله تسمعوا بدر رامي بعمل مغربي قريبا ان شاء الله. والله غادي نقولها بكل صراحه، اذا ما كنتيش مغربي وتزاديتي في المغرب او على الاقل عشتي واحد 20 سنه في المغرب، من الصعب جدا انك تكون حامل رايه مشعل اغنيه مغربيه. وتبارك الله عندنا ما شاء الله مطربين كثار في المغرب اصواتهم جميله، هما اجدر بحمل كاين يعني ما يعني يسمحوا لي ما نذكرش كلشي. عندي واحد الاسماء اللي انا كنبغيها كانت كتطربني، مثلا المطربه الكبيره اسماء النور، يعني من الاصوات الرائعه اللي كتعجبني. الفنانه دنيا بطمه صوتها جميل رائع، يعني الفنان حاتم عمور، الفنان حاتم ادار، الفنان عبد العالي انور الى اخره، وسمحوا لي لما ذكرش، ولكن عندنا ما شاء الله اصوات كثيره زاخره بالمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.